عموما احنا بالنسبه الينا كنعتبروا بانه هذا المكتب اولا ما كاينش كاين عدد من القضايا اللي كيحيلها على المجلس ما كتكونش مكتمله فيها المعطيات بالشكل اللي كيعزز عندنا شكوك حول شفافيتها حول يعني المعطيات اللي كتعطى بشانها وكننتظروا باش اما انهم يصححوا هاد التصرفات وكننتظروا ايضا حتى السلطه ان دير الشغل ديالها. وهنا لابد ندير واحد التدقيق مهم نختم به، اسمح لي طولت عليك، هو اننا حنا لما كنتوجهوا دابا الان السيده العمده كنتوجهوا لها بصفتها عمده. حنا ما داخلينش دابا الان في صراع ديال الاحزاب، فهمتي؟ ما داخلينش، مازال هذا الموضوع يمكن نوصلوا ليه في واحد الوقت من الاوقات، نتكلم مثلا في برنامج العمل شنو علاقه البرامج الانتخابيه ديال الاحزاب المشكله للتحالف ببرنامج العمل؟ لا علاقه. اذا جينا نوصلوا لهذا المستوى الحزبي غنوصلوا ليه، ولكن مازال هل يمكن ما كننتقدوا العمده بصفتها عمده؟ مزيان، لما كننتقدوا واحد الشخص عنده واحد التفويض بصفته كشخص مسؤول ماشي كحزب. وهي مناسبه كنادي الاحزاب اللي كينتميوا لها هاد النواب ديال العمده والعمده نفسها انهم خصهم ما يديروش المنطق ديال انصر اخاك ظالما او مظلوما ويوقفوا عندها. خصهم يديروا ويطبقوا الحديث النبوي كامل، انصر اخاك ظالما او مظلوما، اذا كان مظلوما كتناصره كتدافع عليه، ولكن اذا كان ظالما انك توقفوا على الظن ديالو. لذلك احنا نخاف انه بعض الاحزاب السياسيه او الاحزاب كلها اللي كاينه الان تولي كتدي الضريبه ديال الاختلالات في التدبير اللي كيقوموا بها هاد الاشخاص اللي راهم في المسؤوليه وهما كينتميوا لها حاليا. حيت يمكن غدا وبعد غدا واحد الشخص ولا نائب عمده ولا ولات عمده بسميت واحد الحزب قبيل الانتخابات المقبله ما يبقاش في ذاك الحزب، وغيولي هذاك الحزب الا ما دارش الدور ديالو الان في وقف ما ينبغي ايقافه غيولي كيتحمل المسؤوليه ديال التصرفات ديال واضح.